السلام والحفاظ على الأمن والاستقرار والتماسك الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد. فقد نظم أبناء قرية بلترم بالتعاون مع أعضاء المكتب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية حجر العميس يوما لتلاوة القرآن الكريم والدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد ويوحد كلمة الشهدين. فضيلة الشيخ ألغوني موسى ساكن أثناء كلمته دعا المسلمين للإكثار من الصلوات والدعوات في هذا الوقت من أجل التآخي والتضامن وجلب الأمن والأمان والاستقرار في كافة ربوع البلاد. أما الأمين الولائي للحركة الوطنية للإنقاذ بولاية حجر لميس أبو بكر موسى كاله شكر سكان قرية بلترم الذين ينظمون في كل عام يوما للتضرع إلى الله أن يعم السلام والاستقرار طالبا من كافة المسلمين بالولاية تخصيص يوم للصلاة والتضرع إلى الله من أجل السلام والاستقرار والعافية. كما انتهز الفرصة أيضا وطلب من الأهالي أخذ البطاقات الانتخابية عشان يجتهدوا الشباب. الناس تم خلاص أمورهم 18 سنة ده. أنا آدم كان ما عنده كارت مهندس لكن أقضي نسان كلب سجل أو كان البلامة جاء شاهد لي فلان ابن فلان كلب سجلوا اجتهدوا عشان تسجلوا ده ما لنا علينا نتكلم لكم ليه رأسكم. هذا واختتمت المناسبة برفع الأيادي إلى الله أن يدوم الأمن والاستقرار.